آه نبدا الظهر من منكوبي حق نبدا بالحاضرين نبدا ليه مضيقين على نفسكم كذا رايك مين سوا اخوان أسرع. على حساب بعض الله يديم المحبه شكرا طيب الساقه غماره وانا راكبها شباب انا ادور تفضل واحد الموجه شباب تعرفوني انا ترى زعولي قول لي ببدا ونسكت ببدا اسمع ونسكت بقول لك حاجه حتى مع حسين تصرف هذه لا خلاص والله انه خلاص نزلهم كلهم هذا الكداد هذا الكداد قول ببدا خلاص ما ببدا شباب اسمع حفظ الله ما ببدا طيب صل على رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شباب انا ادور راحتكم ادور راحتكم قلتوا اليوم ما تبوا حركه وفي نفس الوقت ابغى متعتكم لذلك سوينا مسابقه خفيفه جميله وانتم جالسين تمام بس اتمنى تبعدوا عن بعض لانه يعني اللعبه يبغى لها شويه بعد لا حتى فارس ابعدوا تعال فيصل وسام عشان كل واحد حاطي ورقه وحفهمكم فيصل تعال هنا بعد اذنك يعني ابلح مني بسرعه شباب شباب نتعاون هذه يوم مرس مع بعض شباب نتعاون معه نتعاون تفضل سلام تفضل تونا اي لاف هيم هيم طيب هم تفضل يا قلبي يا اخي كل مالك تبعدنا على الفطاير يقول اي لاف هيم تفضل استاذي هم لا علينا وعليك بالجمادات عليهم طيب شباب على قول الكلبي شباب اللعبه كالتالي يلا نقدر نسميها الشخصية المضمرة نقدر نسميها خمن تمام كل واحد عنده ورقة هيدور عليكم القلم أو القلمين طيب كل واحد يكتب اسم ما حد يشوف الثاني بينه وبين نفسه يكتب اسم شخصية مشهورة عرفنا من يغشون لاعب أي شيء إعلامي أيا يكن تمام وما ما يخلي الثاني اللي جنبه يشوف عشان كذا فارس حتى لو أنت تجي هنا عشان ما يشوف عبد الله وأسامة تعطوني الورق تمام اللي حيصير كالتالي حناخذ واحدة من الرواق انا حاخبطها وحجي ورا واحد من الشباب بدون ما يشوف حرفع الاسم لكم تمام وهو يبدا يسالكم هل هو كذا حلو يا سلام عنده 30 ثانيه بس 30 ثانيه دقيقه نخليها طيب دقيقه ها 30 قليل لا 30 كثير ودقيقه كثير والله 30 ثانيه 30 ثانيه كثير تو ماتش او نخليها بالاسئله انه كم عدد اسئله كل خمسه اسئله سؤال ولا خمسه اسئله ايوه لا خلها 40 ثانيه معقول مره لا ما يقدر يحسب خلها عندنا وقت ترى عندنا وقت والله طيب كل واحد له خمسه اسئله حيسال هل هو كذا تمام اذا عرف الشخصيه اتحدني بالاسئله حدني بالوقت ها حدني بالوقت والله شوف هذا وجهه نظري شباب انا تعرفوني انا انسان ايش ديمقراطي صح نسوي تصويت بالوقت ولا بالاسئله ابو عبد الله وقت بالوقت وقت خلاص ثلاثه وقت اذا 40 ثانيه مناسب 40 ثانيه نحسب هنا اوكي تمام معلش يا فارس معلش الديمقراطيه فوق الجميع هذا القلم خلص منه اعطي فارس ملاحظه مهمه اذا مثلا انا الان علي كلثمي كتب اسم احمد الحبشي مثلا وحطينا ورا واحد من الشباب وعرف يخمنه هقول مين اللي كتب علي الاسم علي اكتب هنا ما حيشوف اللي طلع علي الكلثمي حيطلع برا اقلب لانه هو صاحب الاسم لانه اختار اسم سهل لا احد يشوف تكفى خلي المسابقه انه يطلع برا للاستراحه تكفى كان علي الكلثمي تمام شباب وصلت الفكره وصلت صب لي شاي اختار ابشر بالسعد اختاروا اسماء صعبه وفي نفس الوقت برا عنا صح اي شيء ايوه بعيد اي ابعدوا اسامه لطل في بس اسماء يعني ضمن الحدود يا شباب عاد ما يحتاج صب لي يا ابو كيف يعني حد ايش الليمت المحدد يعني ما يكونوا اسم 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 او جماد او اي شيء مو شرط اسماء شخصيات اسم رجل مو شرط اسماء شخصيات يا اخي يمكن تقول مثلا قصر المصمك مثلا عادي والله ولا كمان اسكت ما تدري بالشوق يا اخي يلا شباب جاهزين هذا ابو عبد الله جاهزين سلمت انا خلصت يا حمد اعطني ورق وين ورق حقك خلصت يا احمد يا شباب عادي جمادات علي عادي علي احمد حبشي اي عادي جمادات عادي اي شيء بيض الله وجهك علي وجهك. انت بتراب زنقره من ورا اجيب لك معجنات حط الورق عليك علي علي ها علي سلام والله اسماء جميله لا فيصل تعال فيصل احمد تعال غش حتى ما. هنا لا ما غش الله المستعان أسامة قاعد يكتب سيرة الذاتية يا شباب شفتها؟ لا والله ما شفتها بالله شفتها تبغى قلم انت؟ القلم ماني عارف الكلمة وش هي جملة كاملة مدى كلمتين مدى ثلاث
هي بيت شعر فيصل بيت شعر كاتب لي يقول لك هذا كلام مبلح لا مو بيت لا لا ترى انا اللي بيت شعر قصدي يمكن فالح شوف انت شوف فارس لا فالح ارسل والله بغيت اقط قطه بس اسكت الحمد لله انا ما قلت معك صدقني والله بغيت اقط لا والله ما تحط لي بكم هو حاسب خلاص والله ما تحط لي اسامه الله يغفر لك ترى الشطر الثاني ما ينحسب اي ما ينحسب خلاص هي خلاص ما ينحسب خلاص الشطر الاول بس اسامه لا لا مانع والله يا شباب اقول لكم شيء شفتوه والله شفته لا والله ها انا شفته والله جد ها بس ماني عارف ايش هو والله غطيه ترى واضحه لا لا والله والله ما عرفت شفنا بس ما ندري ايش مكتوب ما ندري ايش مكتوب والله ايش والله العظيم ما ادري ايش مكتوب اللهم صل على الاسماء جميله نوع الصراحه لذلك حنبدا مباشره في اللعب حقت صبر انا شفت واحده والله خليني اغيرها اللي هي اول واحده لانك انت طلعتك على جالس تلف لف ما عليه ما عليه طيب انا اسف لا عرفت اول واحده اللي قدام إيه؟ اللي هي ايش يقول لوس انجلوس لوس انجلوس طيب فيصل غير معلش يا اخي مالك داعي يا اخي يا اخي علمك نص والله هو والله اني اول مره اشوف ثلاجه تتحرك لحالها خواطر لا ظلام والله بتصير مأسام لا لا احسنت احسنت يا سلام يا اخي الرجل هذا يعجبني خلص الكلام فيه لا 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 تطلع الاوراق كذا هذه هذه لوس انجلوس باخذ منديل بس طيب خليها في المقدمه عشان تغطي الوراق وغطي نفسك فكره برضه بس كذا على الشباب انا جديد على المسابقات ما عادي عادي كلنا جديدين اصلا على البرامج بالعكس فيه. بالعكس احمد بالعكس انت شباب مبدع انا اشوفك يعني ما شاء الله تبارك الله حتى في تقديمك للفقره يعني تديرها بحوارات جيده نعم متمكن كيف حالك اخوي ابو اشكرك اشكرك لا والله فالح بعد اشكرك بعنفوان الشباب الله يسعد قلبك جاء جاء اخوي يا سلطان اصيل سلطان جيتوا على طرف علم سلام احبوا لا تدعس الطرف طرف العلم طرف العلم امسك طرف العلم خرش يلا امسك طرف العلم احمد غطي الكلمات الثانيه انا العنب بلوس انجلوس ما في عندك ليه تفضل اصير على السريع امسك هذا قلم هذا قلم اكتب اكتب اعطيه سلطان القلم سكت طرف العلم دقيقه اعطي سلطان القلم يعني بالمسابقه زين ايش المسابقه نشرح لاصيل وسلطان على السريع لا لا تجلس مجنب اكتب اسم ما حد يشوف الا انت اسامه تعال هنا خلاص اسامه انت تعال هنا جنبه عبد الله ايش اكتب اكتب اسم لا 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 قوم قوم يا اصيل عشان لا يشوف اللي جنبه فنان ماخذها بالقوه اي واحد من الشباب اسمع يطالع فيا يقول عادي رجال يحسبها بالقوه اكتب شيء سلطان انا ثقي اصيل انا ثقي اي شيء تعال هنا تعال 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 وقفت اسم مين بالضبط يا راسك اللي خمن هو جمال لا 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 وحيوان نوحد الموجه شباب ممكن ممكن بعد منكم لا تعال احط اي شيء ايوه اي شيء يعني اسم حيوان انسان اكتب اي حاجه ذولا ما يعرفوا بعدين ايش حنسوي كل واحد احنا نحط ورقه ورا راسه ما حيشوف شخصيه مدينه هو يسال يقول هل هي كذا هل هي كذا انت هذا 40 ثانيه اذا عرف الشيء هو حنطلع صاحب الورقه هذه يعني اكتب اي اسم في خاطري اي اسم انسان جماد شخصيه مشهوره بس لازم تحط ليمت معين يا احمد بارك انت لازم تحط ليمت معين عشان ما نخرج دقيقه دقيقه 40 ثانيه 40 ثانيه قلنا اتكلم في الاسماء على حسب الاسئله بس يا شباب بالله لو سمحت استاذ احمد ما بتعدى فقرتك بس انه تفضل بالعكس الاسئله بالدور الين هو يجاوب بس يعني خلاص اذا علي ابو عبد الله يبدا سؤال 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 له لا مو اللي هو يسال واحد هو يسال ايوه يسال واحد سؤال لكل واحد قصدك ايوه شكرا لك يا بعدين يرجع بعدين يرجع يا اسامه اللام اذا ما انتهى التايم يرجع سلطان وصلت الفكره هيا الله والله اسامه والله كيف حال خالتي طيبه طيبه سلطان خليها بشكل بارك الله فيك خليها بشكل افضل مثلا ممكن علي احس منها معلومات اكثر بس على مرتين ثلاث اصيل بيستحضر جيم لا ما هو بالدور كذا امول بنو ايوه فخلها مرتين ثلاث كذا ماذا علي بالرويه جاب اللي قال كذا كذا بقول طيب كذا ابغى استخدم مثلا ثلاث اسئله معك عندك 40 ابغى اوزعها على الكل مثلا عندك 40 ثانيه طيب جاهزين شباب ايوه انت بكيفك يلا طب. يلا جاهزين يا عيال سلطان قبل جاهزين يا سلطان ايش انت كتبت يا جماعه الخير مبروك كتبت اليوم دخل دايت سلطان سلطان ما في رجعه بالله ما في رجعه ما في رجعه خلاص اللي بيدخل معي حيا الله قول لي ايش انا بكتب انا معك انا معك في شر ولا في قدر والله ماني معك يا ابني معك بيقول شيء قويك انا اصيل الحمد لله انا اسوي دايت انت تختفي اصيل انا معك لا تسد يا اصيل انا معك لا لا لا
حطه قدامك حفزك جالس دايت دايت اي حطه قدامك السلام عليكم حطه قدامك بس ترى ترى على فكره لسه ما عرفتني لازم توقف السكر اصيل بس والله يشبهك والله يا هي طعيمة لا والله مو حقت اللبن والله في مقطع فهمت علي اصيل اكلمك انا توها توها مخبوزها الان انا اتوقع مو حشوه بوزيتيف نسيت بالله طبعا على الحشوه اللي بدخل معاك انت دايت لو فيها حبه سوداء حتى لو لحس شفايفك برضه فهمت علي وزن وانا اطلع والله يا اخي ترى انا حاول ما اسمع تبغى انت تعقناي والله يا اخي شباب جاهزين نوحد الموجه ممكن بعد اذنكم بالله على البدايه شباب مع فيصل العبدلي كتبت شيء فيصل عينك قدام لا 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 يا كابتن الله يغفر له والله اني بحطها هنا والله ما ما شفتها حتى والله العظيم ما تعال جيبها يا احمد ما حشوفها والله تعال خط مو حط لك هنا خط مو واضح حصل هنا 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 خلاص بعيد عن الكول قول يلا وقطعها بالمخده بالمخده سلام سلطان ما شفت سلطان ما شفته والله ما شفته امنا بالله امنا بالله يلا ها شباب فيصل حتبدا تسال منه ترى واضح عند ابو لا لا هذا مكتوب نبدا 40 ثانيه يا اسامه هو ما حيشوف هو كذا هو ما يعرف الكلمه اصلا واصله بسم الله بدينا والله الحين ما شف شيء يلا خلي عينك قدام فيصل بس نبدا التايمر انت عرفت انك انت والله واحد ما عرفنا ما عرفنا ثلاثة واضحه واضحه ابو عبد الله واضحه والله سهله والله ما شفت شيء ابو عبد الله اسم مدينه لا حيوان لا أسامة اسم جماد لا شخصية كرتونية لا لا الاسم إنسان 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 كده أقول لك دقيقة إنسان دقيقة طيب دقيقة لون من الألوان لون من الألوان أقول إنسان إنسان لون من الألوان إنسان في مجال الرياضة عندي شخصيات باقي 30 ثانيه لا لا ما تدوا ما تدوا ايوه يا جماعه يا عيال اي لا تقربوا له ابدا اسال 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 مجال مجال رياضه مش كمان اعرف رياضه اسئله لا محدوده عندك اسمه دلال دهول حول حولها 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 15 ما بيجيبها ما بيجيبها دام ادوادو ما يعرف ما يعرف 15 هذه مدينه ادوادمي هذا بس ادخل بالرياضه يا رجال هذه قريه كابلو هلا 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 كاربلو صح هلا هلا كاربلو كاريرو كاريرو الله يا عيال والله العظيم بالشعره كاريرو تمام هذا لاعب الهلال طبعا خليناها دقيقه فجابها على اخر ثانيه الثانيه 59 لذلك مين كتب كاريرو سلطان انا تطلع برا المسابقه معلش وانا غشش تمام شكرا والله شكرا شكرا والله شكرا قلبك محمد ايضا علي سريع سلام سلام طيب كيف حلوين شباب بس انا اموت ايش في صفق الشاهي بسم الله بس كيف صفقه بالنيابه عن اصيل نرجع يلا خلاص هذا مع اصيل ماسك الورقه هذا يلا يلا على ليسك مويه مويه على طول يا اصيل لا 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 تكفى تعطي كرت احمر شفت في كرت احمر في جيبك ما شفته في كرت احمر انا شفته والله وحلوه فارس السيد شباب ها فارس السيد معايا شباب فارس عينك قدام والله قدام النظاره مي عكسه على ورا لا والله انتهى والله لو انا مرايات مرايات تريلر نجح الفقره يلا جاهزين الفقره تعديل خليناها دقيقه ها بدل 40 ثانيه طيب يلا بسم الله يلا 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 شباب اسئله سريعه ها فارس اسئله سريعه شخصي ابدا يلا ابدا يلا شخصية أبدأ باقي واحد اثنين ثلاثة أبدأ أسأل فارس شخصية لا مدينة لا جماد أيوة والله ما عرفت أقرأها أنا موجود في الكوشن هذا عادي أسأل لا عادي أسأل كان 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 في الدورة لا لا تقرب ولا تقرب لا كان في دورة كان في دورة الكافي أيوة قريب قريب منه أيوة 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 يركبوا عليه لا 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 لا, لا. يسووا بيه ايوه ايوه ماكينه ايوه كمل كمل خلاص صدق ماكينه قهوه صح خلاص يا مين في الله ما شفت انا عبد الله والله سهلك والله شكرا الله عليك شباب شكرا يا رجال هو جابها بس ترى ابو عبد الله قرب له تقريبا ابو عبد الله قرب لخوينا قال دوره يا عبد الله ابو عبد الله ترى فكره المسابقه انه هو يسال اي انا فاهم انتوا جاوبوا بس معليش هو مش كذا ليش الفكره تقريبا ليش عشان الدوره الجايه اللعبه الجايه فاهم نحد حنا الخيارات بدل ما هي تكون مفتوحه معاي قول له مثلا في مجال الاعلام فهو يدور لي اسماء الاعلاميين كلهم طيب عموما اللي كتب مكينه القهوه اسامه المانع يطلع برا
طلع برا ايش لا لا ولا ادي صفر يا احمد ايش رايك انا واحد انا جبت جواب برا دحين كم كمي ها شباب مكان اصيل الان الان سلطان هنا مكان اصيل معاي شر والله بس عاد يصيل جاهزين يلا حنجلد شكلك واحد اثنين ثلاثة سلطان قدام لا تطالع ورا ابدا سهلة ان شاء الله والله انت انجلد يا اصيل اساعده ولا ما اساعد يلا اسال ابدا سلطان اسال سلطان اسال لاعب لا سيارة لا جماد جماد سيارة انا جاوب لا في القرية هنا اي تجاوب عادي كاميرا اي والله اكبر عنها كاميرا كذا لا 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 ما استهبال سلطان والله انا شفتها اقسم بالله ما شفتها والله اي والله تبارك الله لا قوه الا بالله في وقت قياسي ما شاء الله 20 ثانيه قايل لك ابشر بالسعد يا صيد والله انك بطل مين كتب كاميرا والله يا ذكي ها مين كتب كاميرا اللي مكان معاه فارس فارس كتب الكاميرا فارس برا خلاص يعني فارس خليك برا لا تيجي يا فارس ابشر والله بس سعد يا صيد من اللي باقي من اللي باقي باقي لا سلطان راح باقي ابو عبد الله وكم كمي وانا ابغى اشوف ابو عبد الله اصيل اصيل باقي لا انا قلت اصيل صح قلت قهوه اوه ما 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 جرب معك الجايه قويه شباب قويه قويه جايه قويه ابو عبد الله لبيه يلا علي علي بروي فارس ريح ليه سلطان جاب الكاميرا ها يا سري يعني سوي طلعني يا سري شباب في نقطه مهمه اللي يطلع اسامه كنك غشمش فارس الان يقدر يجاوب انك غشمشم ابو علي ابو علي معايا انت قريتها يا سلطان انا فارس والله ما لا 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 تجلس تسوي لي ما ادري مين لا تحلف خلاص يا اخي انا قلت لجماد كنت في القريه قلت له كاميرا حبيبي عيال ما قدامي وقت يلا 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 هذول يمديهم يجاوبوا صح لانهم طلعوا بس انهم يجاوبوا على الاسئله الان ابو عبد الله عينك قدام ابو عبد الله جاهزين جاهزين اوه بسم الله بدت انا اقدر اشوفها انسان ايه اسم انسان صح؟ ايه في مجال الاعلام؟ ايوه ممثل؟ ايه لا لا مقدم برامج؟ لا لا بين الثنتين حق اخبار؟ لا الثنتين الاولى برامج واقع؟ ايوه ايوه نسختنا؟ لا كان كان بيجيكم لا شباب 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 لا يا لا يا شباب صعبوها عليه لا في زد رصيدك ايوه 6 ولا 7 ولا لا تقول لا تقول لا خلاص اللي رقم زد 6 ايوه ايوه زد 6 ايوه عبد الله الجميري لا لا زياد الشهري لا لا ناصر الغامدي لا ما هو مقدم ها 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 15 يا فيصل ها لا يا شباب هو قال مقدم قلنا المهم ابو عبد الله مو مقدم مشارك يعني محمد عثمان لا 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 ابو عبد الله ها يكمل 10 ثواني ابو كاتم الله يستاهل ابو عبد الله الصراحه اشكر مهندس الصوت احمد اي والله جميع اللي في الكنترول صراحه متفاعلين ما قصروا معنا شكرا مهندس الصوت احمد شكرا علي الكلثمي شكرا ريح علي ابو كاتم مقدم برامج قلنا له لا صح اي ذكرته بقي انا والله مالي دخل طيب مين بيقدر يخرج منها اكتب جميل حطيت عليه مويه اصيل اصيل تعال آه تعال معايا اصيل افتح سياره ايش ما عليك شباب معليش بس الفقره فقره بس اللي خرجوا أصيل. مو يخرجوا زي ما قال مويه. فارس نقاط عشان حنحتاجها الان أيوة أيوة. بقيه الشباب تمام يلا الحين مين اللي فازوا لهم نقاط انا فزت اول جبت واحده لي نقطه جبت نقطه آه ايوه 10 نقاط كم هذا 10 نقاط ها اصيل لا 10 نقاط غطي الاسم كم كمي ولا اسامه الحين الان سلطان اصيل الحين من جاب الاسم اصيل مره ثانيه الحين سلطان يلا اصيل اصيل يلا اصيل عشان ابغى اصيل يشارك اصيل الان انت تسال تمام اسالهم اسئله عندك دقيقه واحده حلوين طيب جاهزين شباب عاش ابو محمد عاش يلا واحد محمد اثنين شباب بالله لا احد يقرب بس اجابات مباشره بسم الله بس خلوه ابداوا ابدا لف علينا شويه اصيل ابدا جماد لا انسان ايوه اي حلو مشهور ايه حلو برامج واقع لا حلو سوشيال ميديا ايوه لا ايوه لا لا يوتيوبر سوشيال ميديا مو سوشيال ميديا لا مو سوشيال ميديا يعني لا سناب شات لا تلفزيون ايه تلفزيون ايه مقدم برامج ايه حلو محمد غيفر لا ايه لا تحبه انا احبه زياد الشهري لا لا تقرب له سلطان لا تقول سمي قنوات مو برامج قنوات سمي قنوات طيب القناه الاولى لا لا ام بي سي إيه؟ لا 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 روتانا خليجيه ايه هلا كان في ام بي سي روتانا خليجيه ايه عيال معرفه اصيل
يا عيال برايم فاصل 10 ثواني كان بين البي سي ورتانا كان بين البي سي ورتانا ثمانية شو اسمه فايز مالكي سبعة قدم برنامج كان خمسة شو اسمه ما أدري أربعة ثلاثة تفاح أخضر اثنين واحد سمعني يا كنترول توبي محروق شكرا يا أحمد مقربة الإجابة علي العلياني قول لي الإعلامي علي العلياني قول لي علي العلياني قلت لك علي أنا ترى ما قلت أنا قلت علي قال آخر شيء قال علي بغيف المذيع يعطيكم العافية شباب شكرا والله العظيم استمتعت أكثر منكم صراحة شكرا لكم الآن في فقرة عن شبيب يزيد يعطيكم العافية بينشف بينشف تعال قطعت عليه موية خليه يجرب ذوبي هات هات تعال حبيب قلبي خليني أعلمك اسمع طيب ايش جاي اصير تدري كيف يروح جايكم اعلان خذ كلور شويه امسح والله قهوه قهوه براحتك جايكم اعلان معلمتونا حطونا معكم نعلن امسح